هل تجد صعوبة في تذكر المعلومات الدراسية باستمرار؟ حسناً، دعني أقدم لك حلاً رائعاً. سأخبرك عن أهم العوامل التي تؤثر على ذاكرتك بشكل عام، وما عليك إلا الاهتمام بهذه العوامل، ثم لاحظ الفرق بنفسك. الذاكرة البشرية هي نشاط عقلي معرفي يعكس القدرة على إدراك وتشفير وتخزين المعلومات في العقل، ومن ثم استدعائها عند الحاجة إليها. وبالتالي يمكن تطوير هذه المهارة العقلية ليقوم بها العقل بشكل أسرع وأفضل. لذلك على مدار هذه الحلقة سنتعرف على أهم العوامل التي تؤثر على نشاط الذاكرة وتجعلك لا تستطيع تذكر المعلومات الدراسية في كثير من الأحيان. إذا كنت تشاهد قناة موسوعة هل تعلم للمرة الأولى، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لتصلك الحلقات الجديدة بمجرد تحميلها. العامل الأول هو الانتباه، ولا شك أن هذا من أهم العوامل على الإطلاق، فكلما زاد انتباهك للمعلومات كلما زاد إدراكك لها وبالتالي قوة تخزينها في العقل. عليك التحلي بالتركيز أثناء تلقي المعلومات الدراسية لتحصل على مزيد من الانتباه والاهتمام أيضا بتعلمها بدقة، حيث يؤدي الإدراك بدوره لتصنيف هذه المعلومة كمعلومة هامة، مما يسهل تخزين المعلومات واسترجاعها فيما بعد. العامل الثاني هو الإدراك. هل أنت مدرك لمعنى المحتوى الذي تتلقاه جيدا؟ لا شك أنك حينما تحفظ جملا مكتوبة باللغة الصينية بدون فهم معناها سيكون أمرا شاقا جدا على العقل، ولكن حينما تفهم معاني تلك الكلمات ونظام تكوينها وكلماتها سيكون من السهل جدا حفظها. هل المعلومات التي تتلقاها مرتبطة ببعضها البعض أم أنها عشوائية متناثرة؟ يؤثر ارتباط المعلومات ببعضها البعض بشكل كبير جدا على مدى تذكرها وحفظها في الذاكرة، فكلما زاد ارتباطها بعلاقات مختلفة كلما زادت القدرة على تخزينها واستدعائها بسهولة. لتحاول إذن ربط المعلومات المتناثرة بأي شكل، قصة قصيرة مثلا أو أرقام ورموز معينة حتى لو كانت رسومات أو أشكال، سيساعدك هذا في ربط المعلومات بسهولة وسيطور من أداء الذاكرة بشكل كبير. هل تتحلى بمشاعر إيجابية أثناء الدراسة وتلقي المعلومات؟ لا تنزعج، فالأمر في غاية السهولة، فقط تناسى أي أمر من شأنه تعكير حالتك المزاجية أثناء المذاكرة. ركز على ما يجعلك سعيدا، لا تستسلم للشعور بالملل أو المشاعر السلبية، ولا تقع ضحية لمزيد من الشكوك والتذمر من صعوبة المادة، فقط تقبل الأمر ببساطة وافعل ما يجعلك تشعر بالتفاؤل والهدوء النفسي. فقد ثبت علميا أن المعلومات التي تتلقاها في ساعة واحدة بشعور إيجابي تحتاج لساعات طويلة إن حاولت تلقيها بشعور سلبي. يساعد تنظيم المعلومات الدراسية على تذكرها واستدعائها بسهولة. تخيل مثلا محاولة طالب في المرحلة الابتدائية لحفظ جدول الضرب بدون تنظيم الأعداد، هل سيكون الأمر سهلا؟ بالتأكيد سيكون في غاية الصعوبة، ولذلك يلجأ المعلمون دائما لتنظيم المعلومات والبيانات حتى يسهل تذكرها. عليك أن تفعل هذا في المعلومات غير المنظمة، عليك إعادة ترتيبها بل وإعادة صياغتها أحيانا ليتسنى لك حفظها واستدعائها بشكل أكثر سهولة. كانت هذه أهم وليست كل العوامل التي تؤثر على قوة الذاكرة البشرية، ولكن الاهتمام بهذه العوامل سيعطيك نتائج رائعة ستنبهر بها أنت شخصيا. إذا أعجبك الفيديو لا تتردد في الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقات قادمة.